الجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني البصري من كبار الأدباء في العصر العباسي. ولد في مدينة البصرة ونشأ فيها، تميزت كتاباته بميلها إلى الفكاهة والسخرية الهادفة. اتصل بثقافات الأمم الأخرى مثل الفارسية واليونانية والهندية من خلال قراءة آدابها وعلومها مترجمة، ما جعل منه عالما موسوعيا في كتاباته. ويعد كتاب البخلاء كتاب أدب وعلم وفكاهة. انتقد الجاحظ فيه شريحة من مجتمعه، فصور فيه البخلاء وسلوكاتهم تصويرا واقعيا ونفسيا وفكاهيا، وذلك بسرد قصص طريفة عنهم. ويعالج الكتاب داء البخل بطريقة السخرية، ويبين حجج البخلاء الطريفة دون إيذاء مشاعرهم، فيعرض طريقة تفكيرهم في الاقتصاد ومحاربة الإسراف. وقد ضمن الجاحظ قصص البخلاء بمعالم توهم بواقعيتها، مثل تحديد أسماء لشخصيات واقعية وأسماء مدن وقرى وطوائف كانت معروفة في عصره، إضافة إلى استعمال اللغة المحكية في حوار شخصياته. اعتمد الجاحظ في كتاب البخلاء أسلوبا أدبيا مميزا يسهم في تحقيق الإمتاع والفائدة. توفي الجاحظ عن عمر ناهز 90 عاما، مخلفا وراءه كتبا ما زالت خالدة حتى الآن، ومن أبرزها كتاب البيان والتبيين وكتاب الحيوان. من نوادره، خرج بخيل وابنه مساء لزيارة جار لهم، وعندما وصلا بيت الجار أدرك الرجل أن ابنه ترك مصباح البيت مضاء عند مغادرة المنزل، فقال له: لقد خسرنا بإهمالك هذا درهما، عد إلى البيت وأطفئ المصباح. وعاد الولد إلى المنزل فأطفأ المصباح، ثم رجع إلى أبيه، فبادره أبوه قائلا: إن خسارتنا هذه المرة أكبر، لأنك أبليت من حذائك ما يساوي درهمين. فأجاب الولد قائلا: اطمئن يا أبي، فقد ذهبت إلى المنزل بحذاء جارنا.